مساكم الله بالخير، وش حالكم يا عرب؟ اليوم مثل ما وعدتكم عبر حسابي في الانستغرام، قلت بتكلم عن شخصيه معماريه هندسيه عربيه عالميه. حديد معماريه عراقيه، ولدت في بغداد عام 1950 31 اكتوبر، وتوفيت امس 31 مارس 2016. وهي ابنة وزير المالية الأسبق محمد حديد، اللي اشتهر بتسيير اقتصاد العراق في الفترة ما بين 1958 لين 1963. يمكن في هذا السوري أنا ما بتناول وايد حياته الشخصية على كثر ما بتناول إنجازاتها اللي تحققت في هذا المجال. خلونا نشوف. تميز أعمال زها حديد باتجاه معماري واضح في جميع أعمالها، وهو الاتجاه المعروف باسم التفكيكية أو التمهيدية. هذا الاتجاه هو اتجاه ينطوي على تعقيد عالي وهندسة غير منتظمة، ويركز على الحديد من بمعنى أنها تستخدم الحديد في تصاميمها بحيث يتحمل درجات كبيرة من أحمال الشد والضغط، تمكنها من تنفيذ تشكيلات حرة وجريئة. ظهر هالاتجاه في عام 1971، ويعد أيضا من أهم الحركات المعمارية الهندسية اللي طلعت في القرن العشرين. الهندسة الإقليدسية نسبة إلى إقليدس العالم، عالم الرياضيات اليوناني. الفكرة أن تقسيم المنشآت إلى أجزاء والخروج عن المألوف دائما. أكثر ما يميز تصاميمها أنها يعني خيالية ومثالية، وكانوا يتهمون أن تصاميمها هذه غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأنها على حسب النقاط تعتمد على دعامات عجيبة ومائلة، ويصفون بأنها تضغى عليها حالة من الصرامة. لكنها فندت عمليا اتهامات هؤلاء النقاط بأنها مصممة أوراق، إلى أن تصميماتها قابلة للتنفيذ، خاصة بعد تشييد متحف العلوم في فولفس بيوج شمال ألمانيا اللي تم افتتاحها في عام 2005. بحاول أطلع لكم صورة المتحف. طيب الحين خلونا ناخذكم في جولة على أهم أعمالها. أنا ببتدي في هذا العمل اللي سوته في أبوظبي، جسر الشيخ زايد في أبوظبي. فكرته أنه يعني يشبه منحنى، أو مسواي على شكل منحنى يشبه الموجة. هذا التصميم نالت عليه حديد جائزة متحف لندن للتصميم عام 2014، اللي هو مركز حيدر عليف في باكو. محطة إطفاء الحريق هذه في ألمانيا تعد من الأعمال الأولى اللي أنجزتها زها حديد، وساهمت بشكل كبير في تحقيق شهرتها العالمية. مركز روزنثال هذا تم إنشاء في عام 1939، وهو واحد من أقدم المؤسسات اللي تعنى بالفنون المرئية. وفازت زها في مسابقة لتصميم المبنى الجديد للمركز في وسط الحي التجاري بمدينة سنسيناتي في ولاية أوهايو. هذا المبنى يا جماعة الخير هو أول بناية تصممها زها حديد في أمريكا، وهو أول متحف تصممه امرأة في أمريكا. توني اكتشفت اني مصبها سحط الفيديوهات وما تنزل عندكم، ما نشوف فيه فيورز، فالظاهر في عندي مشكلة في السناب شات. عموما بخزن الفيديو وباكر بنزل لكم الحلقة كاملة إن شاء الله. إن شاء الله بكمل، بس لأنه كان معلق عندي ما كنت أفهم شو الموضوع. عموما بنكمل الستوري على أساس مرة واحدة يعني نخلص. الآن منطرق لبعض التصميمات المستقبلية اللي كان المفروض تسويها، لكن سبحان الله لكل كتاب أجل، ورب العالمين استعاد أمانته. خلونا نشوف. أوبرا دبي مساحتها أكثر من 3 ملايين قدم مربع، وتتسع لنحو 2500 شخص بالإضافة إلى الموظفين. من مشاريع المستقبلية الاستاد الوطني الجديد في اليابان، واللي يعرف بجوهرة 2020. طبعا في اعتراضات كثيرة على هذا المشروع لأنه غير مناسب للطراز الياباني عند اليابانيين. الحجم المقترح كبير والتكلفة مبالغ. في عام 2013 أعلنت زها عن مشروعها الجديد لإنشاء 5 يخوت فاخرة بالتعاون مع شركات بناء السفن في هامبورغ.
تصميم خيالي الصراحة، شفتوا الإبداع كيف؟ أيضا من المشاريع اللي كشف عنها مكتب زها حديد المسرح الكبير في مدينة الرباط واللي تكلفته 100 مليون يورو. شوفوا هاي الصور، دار الملك عبدالله للثقافة والفنون في الأردن. هني اللي جذبني أن مستوحية التصميم الداخلي في هذا المبنى من آثار البتراء. هذا المبنى لإخواننا السعوديين، محطة مترو الرياض. هذه الصور بشكل سريع، وهذه القاهرة إكسبو سيتي. These things Zaha designed herself. She's loved playing with shapes, molding her own world, ever since she was a child in Iraq. In the 1950s, but Zaha Hadid's vision of the world began to take shape. Marriage of the old and the new, of tradition and modernity. Girl in a garden in Baghdad. It's full of mystery, really. Do you recognize? Yeah, I remember that picture. What's she thinking, I wonder? I don't know. I was preoccupied with something. What it was. You were. I was a very curious child. Why? You mean you were curious about the world? About everything, yeah. So I used to walk around all day, and others were already abroad, so I used to wander around all day asking questions, and so by the end of the day my mother's had enough. I appeared back at home, and he was very patient. He asked any questions I wanted to know. It's so extraordinary, this childhood of yours in Baghdad, because the way you describe it, it's such a civilized place. It was an amazing place, really. Great people, very open society, fun. You traveled a lot. Here's another. من كلامه تحسون ان هي صدق متحسره على وضع العراق اللي وصل له الحين. مثلا نحن كنا العرب يعني. عموما هي تصف نفسها عراقي. British architect or Iraqi architect. So Iraqi born is safe thing. But what do you consider? An Iraqi. But I live here. I can't avoid this issue that I'm, you know. Well, I'm not. I can't say I'm British, and you know, I speak Arabic, and you know, all that. But not tonight. Because I get, you know, I don't know the technical terms. I've been asked many times, and I refuse many interviews because they're in Arabic. Not because I can't speak it, but because I don't know the terms, and I, you know, switch between Iraqi and Lebanese. قالب حط لكم اياه، يمكن من بعده قررت انه ابدا ما تطلع في التلفزيون تتكلم عربي. خلينا نشوف. يطلع خرابي يتكلم بالعربي. لا بس يعني صرفه كلش يعني زينه، لان انا اسوي هالمشروع هنا. انا هيك بالعالم العربي تروح من محل لمحل. بروباغندا ارت. وانت عاونك مع شانيل وفوزي بالك. لازم اتمرن قبل ما احكي. لا المزابيك يعني شاي وايد مجز، يعني شاي وايد مجز، تعاون كلش زين. وهذه كانت قصة زها حديد صاحبة التصاميم الفضائية مثل ما كانوا يسمونها. عموما إذا عجبكم الستوري واستفدتوا منها ما وصيكم ها؟